انا عرفت التفاصيل من واحده كانت قاعده جنبها في البنش ان هي اغمى عليها، ان المراقب الاول دخل البنت اللي وراها، ما دخلش الاول يعني على مياده، دخل البنت اللي وراها لا افتح شنطتك، هو مش مراقب اصلا، هو دكتور لغه اداب في لغه عربيه، دخل البنت اللي وراها قال لها افتحي شنطتك، فتحت شنطتها قال لها طلعي الموبايل لقاها مقفول، بعد كده عدى على ميادة قال لها افتحي شنطتك، جابتها كانت هي بعيد الشنطة عنها، جابتها معاكي موبايل، قالت له اه اتفضل كان مقفول، قال لها معاكي موبايل تاني، قالت له اه اتفضل، بس هي نسيت تقفله عشان هي كانت متوترة ونسيت، واساسا الشنطة كانت مقفولة وبعيدة عنها وكل حاجة، قام جاي مسك الموبايل شوية وقام جاي شادد الورقة وقال لها اتفضلي معايا ومش اتفضلي معايا، قالت له انا ما عملتش حاجه، الشنطه كانت بعيد والموبايل مقفول وموبايل انا نسيت اقفله، انت لو شفتني بعمل حاجه بقول اتفضلي معايا، والموضوع بقى قلب بعند، مش موضوع موبايل بقى قلب بعند، لا مش لا وشد منها الورقه اتفضلي معايا، انا قلت اتفضلي يعني اتفضلي واسمعي الكلام ومش عارف ايه، هي لفت مشيت خطوه وقامت جايه وقع مكانها، ميادة قعدت ربع ساعة أو تلت ساعة، زمايلها هم اللي بيحاولوا يفوقوها، جت واحدة المفروض إن هي دكتورة جت معها سبراي ولا برفيوم كده ما ملوش أي نوع، يعني المفروض دكتورة تكون على الأقل تعرف تنيمها إزاي تعمل إيه تفوقها إزاي، لا واحدة جت زي أي واحدة معدية معها برفيوم أو سبراي رشت على ميادة الله يرحمها، طبعا ما ادم ما استجابتش، قامت جايه سايباها وخارجه تاني، المفروض ان هي دي الدكتوره يعني، طبعا الاسعاف وبقى لما جت اتاخرت، زمان ما ادم بياكدوا يعني ان هي ماتت جوه الجامعه عشان الاسعاف اتاخر، ودي مش اسعاف يعني، دي كانت عربيه نقلتها من الجامعه للمستشفى، ولا فيها ولا مجهزه زي ما الدكتور جابر النصار قال، ولا فيها ريحه التجهيز، ولا جت بعديها ب 10 دقائق، دي جت بعديها بساعه الا ربع على الاقل، الله يرحمها بقى وينتقم من اللي كان السبب. كانت اكتر حاجة بتهتم بيها مذاكرتها، عشان هي كانت حاطة هدف في دماغها ان هي ان شاء الله تجيب تبقى معيدة وتبقى دكتورة في القسم بتاعها.